الريسبيريشن وبقيه الكيرفات التركيز في الاوسبي ده على رسومات معينه وعلى ارقام. اتفقنا قبل كده انت مش هتحسب الريسبيراتوري فوليوم المربع بكام بيبقى موجود لك. فلو جينا بصينا على اول صوره في الريسبيريشن طبعا مكتوب هنا 500 ده التايدل فوليوم انسبيريشن واكسبيريشن، واعلى حاجه مكتوب 5800 تمام. في ال 5800 دول بيمثلوا الكل نفسه. فدكتور فاتن عملت في مره فكره جميله قوي، جابت لك الانسبيراتوري كاباسيتي ككل بالارقام وبتعمل سهم بالعرض من بدايه التايدل للنهايه، وبعد كده حطت التايدل فوليوم مثلا برقم معين. فدورك انك بتشوف كل الانسبيراتوري كاباسيتي ماينس التايدل فوليوم عشان توصل لانسبيراتوري ريزيرف فوليوم، وكانت مشاور عليه بسهم. في الصوره دي انا حطيت السهم وكتبت عليه اكس كرمز على الجزء ده، الجزء ده هو الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، والجزء ده كله اللي هو ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن اللي هو الواي، رمز الواي هنا هو الفايتال كاباسيتي. مهم جدا في كل رسومات ريسبيراتوري تكون عارف الحاجه دي بترمز لايه، اسمها الديفينيشن بتاعها، طبعا دي في مقدمه العملي سواء نظري او كتاب العملي، يعني ايه تايدل فوليوم، يعني ايه انسبيراتوري ريزيرف اللي هو الماكسيمم فوليوم اوف اير انسبايرد اباف التايدل فوليوم، يعني ايه اكسبيراتوري ريزيرف فوليوم، يعني ايه فايتال كاباسيتي، يعني ايه ماكسيمم بريزنج كاباسيتي. كل الديفينيشنز بتيجي في جمل ام سي كيو باختيارات عشان تفرق ما بين اختيار الحاجه اللي قصادك وما بين ديفينيشن لحاجه تانية هي مش عاوزاها. كمان لازم تكون عارف النورمال فاليو كام، يعني التايدل فوليوم 500، انسبيراتوري ريزيرف 3000 مللي، انسبيراتوري كاباسيتي 3 لتر ونص، اكسبيراتوري ريزيرف 1100 او زي ما كتاب العملي كاتب 1000. الريزيديوال فوليوم ما بيبانش في الريسبيرامتر لان هو لازم السبيرامتر يكون مليان هيليوم، فالريزيديوال فوليوم هو ما بيبانش لان هو بيتقاس بطريقه ثانيه اسمها هيليوم دايليوشن مثلا. فكل صور الريسبيراتوري اللي جايه انا هركز على افكار معينه. بالاضافه لحاجه ثانيه عايز اقولها من ضمن الافكار قبل ما اجي لرسمه جديده في الريسبيراتوري، لازم تكون عارف السيجنيفيكانس، اهميه الاكسبيراتوري ريزيرف فوليوم بيمنع اللنج كولابس. ومره دكتوره فاتن جابت كلمه كولابس بطريقه ثانيه، اتي لاكتاسز الاسم العلمي لكلمه كولابس. لازم تكون عارف اهميه الفايتال كاباسيتي والفاكتورز اللي بتاثر على الفايتال كاباسيتي، الشست وول لازم يبقى قوي، اللنج لازم تبقى الاستيك، حركه الديافرام على الابدومين بسهوله، مفيش ابدومينال تيومرز، كمان مفيش هارت فيلير. وقاعده لكل الناس اللي بتتفرج على الفيديو ده، الفاكتورز افكتنج فايتال كاباسيتي هي الفاكتورز افكتنج ماكسيمال بريزنج كاباسيتي. النورمال فاليو اوف فايتال كاباسيتي في الفيميل اقل من الميل 10% علشان التشست وول ماسلز في الفيميلز بتبقى اضعف. بالنسبه للرسمه الثانيه دي في الريسبيريشن واضح قوي من غير ما تكون مذاكر جامد، زي حاجه زي الاهرامات طالعه ونازله، معناها انت بتعمل اقوى انسبيريشن تقدر عليه، بتنهج زي ما كنا بنعملها في السكشن بالطريقه دي ولمده 10 ثواني او 15 ثانيه، دايما كنت بتنهج وبيطلع الليفر اللي طالع ونازل ويرسم لك على الدرام، دي رسمه ماكسيمال بريزنج كاباسيتي. للمره الثانيه انت مش هتحسب على اي مربع لانك قاعد بعيد في المدرج. ممكن دكتوره فاتن تجيب لك على الرسمه دي ان في نمبر اوف ريسبيراتوري سايكلز مثلا كانوا 20 سايكل، ما انت مش هتعد قمم القمم دي كلها، طب 20 سايكل بناخد في السايكل الواحده مثلا هنقول 1500 مللتر اير، فهتضرب النمبر اوف سايكلز
في الفوليوم اوف اير ان ايتش سايكل. الكلام ده حصل في 10 ثواني. طب انا عايز اوصلها لدقيقه كامله، يبقى هضربها في 6. ده فرض انها طلبت منك تحسب الماكسيمال بريزنج كاباسيتي في الصوره اللي قصادك. طيب النقطه اللي لازم تركز عليها انك لا يمكن هتحسب ماكسيمال بريزنج كاباسيتي ان 1 مينت عشان تو افويد التتني اوف ريسبيراتوري ماسلز. لو طلبت منك النورمال فاليو ان ميل وفي ميل لازم تكون حافظهم. الميلز بيبقوا من 120 ل 170 لتر اير بير مينت، اما الفيميلز من 60 ل 120 لتر بير مينت. الصوره الاخيره في ريسبيراتوري اسبي ان انا بجيب لك فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 بالنسبه للفورسد فايتال كاباسيتي. في السكشن كنا بنخلي زميلكم يعمل كده ديب انسبيريشن فولود باي ديب اكسبيريشن. هقولها لكم ريليتد تو تايم ازاي كده، وهو بيخرج الهواء جامد قوي بالمنظر ده، ده ديب اكسبيريشن عندنا. الرسمه دي انت قصدك ايه؟ انا قصدي ان ده هو الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1، شايفين؟ عن كانه ده 1 لتر، والتوتال كان لغايه علامه 5. يعني ايه علامه 5؟ ايه يا دكتور ده؟ ده الفوليوم بتاعك. طب وده هو التايم المينت بتاعتك. ده شوفوا حصل بالنسبه لده. ممكن دكتوره فاتن تجيب طريقتين في الكيرف ده، يا اما تقول لك الرسمه دي بتعبر عن ايه؟ عمرك ما هتتلخبط فيها. ليه؟ عايز اجيب الرسمتين قصاد بعض عشان الناس ما يكونش عندها صعوبه. حط الرسمه دي قصاد دي. ده ديب انسبيريشن. وبعد كده رجعنا تاني تايدال فوليوم، لكن هنا ديب انسبيريشن. بصوا ديب ديب فولود باي ديب اكسبيريشن ريليتد تو تايم. شايفين الفايتال كاباسيتي مختلفه عن الرسمه دي، لانه هيجيب لك رسمتين مختلفين، فلازم الاثنين يكونوا قصاد عينيك. ده ريليتد تو تايم وتكون كاتبالك، ومن غير ما تكتب لك بيبان ان الاكسبيريشن نازل لتحت قوي، عملت اكتر كميه هواء حاولت تخرجها. النورمال في الكتاب 83% من الهواء بيخرج في الثانيه الاولى. لو هي جابت لك فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 والاف في سي بتقسم الاثنين على بعض مثلا 60 على 120 طلعت 50%. لو انت قللت تبقى انت ممكن تبقى اوبستراكتيف لانج ديزيز. ضروري من النظري تعرف المقارنه بين اوبستراكتيف اند ريستريكتيف لانج ديزيزز. الريستريكتيف كانت الريشيو دي نورمال لان الاثنين كانوا قليلين، فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 والفورسد فايتال كاباسيتي. قليل على قليل بنفس القيمة تبقى كونستنت ريشيو، فمش عايزك تتلخبط. يبقى لازم تعرف من النظري المقارنة بين الاثنين. هتقارن من حيث الريزيديوال فوليوم في الاثنين، هتقارن من حيث الكوز، التوتال لانج كاباسيتي في الاثنين، اخباره ايه؟ المقارنة اللي في الكتاب. طيب بالنسبة لأسكي الاوتونوميك